We're a couple of fucking toy soldiers. Do this, John. Do that, John. Kill your fucking sister, John! منذ مدة طويلة وأنا أتهرب من القيام بهذا الفيديو، لأن السبب الرئيسي الذي دفعني إلى افتتاح قناة على اليوتيوب هو تعبي من المناظرات مع المسلمين ومحاولاتي المتكررة لأشرح لهم الأخطاء والكوارث في دينهم. لذلك أردت إنشاء قناة التي لن تتحدث عني بل ستتحدث عما يقوله وما يطرحه كل ملحد. ورغم أنني كنت مبتدئا في البداية من ناحية المونتاج والتقديم، لكنني كنت أحاول إعطاء أفضل صورة عن الملحدين وما الذي جعلهم يتركون دينهم السابق الإسلام. لكن قبل كل هذا، أنا لم يخطر في بالي ولو لمرة واحدة أنني سأترك ديني الإسلام في يوم من الأيام. فبعد وفاة أقرب شخص إلى قلبي أردت أن أصبح متدينا، لأنني كنت واثق من أن ذلك الشخص كان ذاهبا إلى الجنة، لذلك أردت أنا أيضا أن أكون معه في الجنة. لكن الأمور اتخذت مجرى آخر ومحاولة التدين تحولت إلى كفر. والآن يا أخواني وأخواتي الكفار والمسلمين، حان الوقت لأشرح لكم الأسباب التي دفعتني لترك الإسلام. كبرنا ونحن نسمع أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وخير الخلق، بل هو أعظم إنسان مشى على الأرض. أثناء فترة بحثي تبين معي العكس تماماً، فبربكم هل أعظم إنسان مشى على الأرض يقوم بما يقارب 28 غزوة؟ أليس أعظم إنسان يفترض أن يكون إنسان مسالم ولا يحارب أحد؟ ستقول لي أنه كان يدافع عن نفسه. سأقول لك لا يا صديقي، لأن محمد كان يقطع الطريق على القوافل التجارية التي تأتي من مكة إلى الشام والعكس، يعني أن الرسول كان قاطع طريق، وهذا كان السبب في العديد من الغزوات، إذ أن قريش بدأوا بمهاجمة محمد وجيشه لأنه يقوم بقطع الطريق على قوافلهم التجارية ويقوم بنهبها. روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة: قد أخبرت أن عير أبي سفيان مقبلة، فهل لكم في أن نخرج إليها لعل الله يغنمناها؟ لكننا في المدرسة كنا ندرس فقط أن قريش هم الذين يعتدون على محمد المسكين. ماذا عن العبيد والجواري؟ كلنا نعرف اليوم أن العبودية هي جريمة، ولا أحد يرضى أن يكون عبدا لشخص آخر. وأنا شخصيا كنت أظن أن الإسلام حرم العبودية وأن الرسول كان يشتري العبيد ويحررهم، لكن كل هذا خطأ، فالرسول أكد العبودية بنفسه، فهو كان يمتلك عبيد وجواري. النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له أو تسرى جاريتين على الصحيح، مارية وأهداها إليه المقوقس عظيم القبط في مصر. ألا تعرف قصة صفية بنت حيي التي قتل الرسول والدها وزوجها وإخوتها واغتصبها في نفس اليوم، أو كما يحب المرقعين أن يقولون تزوجها في نفس اليوم؟ فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر في غزوة خيبر وقتلهم، وبعدين قتل زوج صفية بنت حيي وأبوها كان قتل قبل ذلك في قريضة، وقتل زوجها في زوج صفية، وقتل كذلك ابن عمها وزوج أختها. وإنك لعلى خلق عظيم. لا، هذه قمة الأخلاق أن تنام مع امرأة بعد قتل عائلتها. ماذا تتوقعون أن يكون شعور صفية في ذلك اليوم؟ دعنا من التزوير، أخبريني يا أختي المسلمة، ماذا لو تم قتل عائلتك وكل من تعرفين في يوم واحد؟ هل ستستطيعين النوم مع الشخص الذي قتلهم جميعا؟ أظن أن الجواب واضح. وليس هذا فقط، بل هناك أكثر وأكثر. فمحمد تزوج من زوجة ابنه زيد، أي أنه اشتهى زوجة ابنه، فقضى الله تعالى أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم
امرأة زيد الذي كان قد تبناه تأكيدا لمعنى قطع الصلة بين الابن المتبنى وبين أباه الذي تبناه. وهل تعلم أن الرسول خير خلق الله دخل عليه في يوم رجلان فكلماه في شيء فقام الرسول لعنهما وسبهما؟ رسولك الذي هو خير خلق الله يلعن ويسب، وهذا حديث في صحيح البخاري. دعني أسألك سؤال، ما هو رأيك في رجل كان ينهب القوافل التجارية ويجيز العبودية وتزوج من زوجة ابنه وكان يسب ويلعن وكانت له 11 زوجة وهو ليس نبي من عند الله؟ أكيد ستقول لي إنه إنسان شهواني وعنيف وبشع، لكن فقط لأنه نبي أنت تقوم بضرب كل مفاهيم الأخلاق في عرض الحائط وتبرر كل هذه الأعمال؟ أنا لا أعرف عنك، لكنني اخترت أن لا أنافق نفسي ولن أرضى يوما بأن أصدق كلام شخص فعل كل هذا. يدعي المسلمون أن القرآن هو أعظم كتاب في تاريخ البشرية لأنه جاء من عند خالق الكون، مما يعني أن هذا الكتاب يحتوي على أعظم التعاليم التي يحتاجها البشر، وكل آية من هذا الكتاب سنستفيد منها. لكن طوال فترة بحثي وتعمقي في الدين كنت أجد فقط ما يؤكد لي أن هذا الكتاب هو من تأليف البشر وليس الله. سأشرح لكم الموضوع بالتفصيل. النقطة الأولى هي السب والشتم في القرآن. نعم يا عزيزي المسلم، كتابك مليء بالشتائم التي صدمتني أنا شخصيا عندما كنت مسلم. فمثلا في الآية 28 من سورة التوبة خالق الكون يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ويا للصدفة، هذا ما نستعمله نحن البشر عندما نريد التقليل من قيمة شخص ما، نقول عليه أنه نجس أو وسخ. لكن لا مشكلة، هذا فقط المستوى الأول، لنرى المستوى الثاني. هذه المرة الله جل جلاله يشبه الناس بالحيوانات. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. وفي آية ثانية لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة وخنازير. وفي آية أخرى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني أن كل صفات الإهانة والشتم قد ذكرها القرآن، فهل هذا يرقى لأن يكون كلام خالق الكون؟ شبه الله جل وعز من آتاه القرآن ولم يعمل بما فيه من الآيات بالكلب، وليس الكلب فقط بل الكلب في أخص صورة من صوره، ألا وهي حالة اللهث. على الأقل الكلب لا يطوف على نسائه بغسلة واحدة يا شيخ. لكن الله لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصف أحد أغنياء قريش وهو الوليد بن المغيرة بابن الزنا، عتل بعد ذلك زنيم. هذه هي أخلاق القرآن التي لن تسمعها في المدرسة. أما الزنيم فمن العلماء من قال الزنيم الدعي، يعني ولد الزنا، يعني ولد الزنا. النقطة الثانية هي الأسلوب البشري للقرآن في جذب وتخويف الناس. فمثلا إذا لم تتبع كلامي سأفعل فيك كذا وكذا، وإذا اتبعت كلامي سأكافئك وأعطيك كذا وكذا. أسلوب بشري جدا والإسلام قائم عليه. فالمسلم الذي يتبع تعاليم الدين يدخل إلى الجنة، والكافر الذي يرفض الإسلام يدخل إلى النار. لكن المشكل لا يقف هنا، بل يكبر أكثر وأكثر عندما نعرف محتويات هذه الجنة والنار. لكل إنسان مسلم في الجنة كم؟ لكل مسلم في الجنة حوريتين، هذا أقل شيء. كل حورية لها 70 وصيفة معها، الحرية حلالك والوصيفة حلالك.
وما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، وينظرون إلى بنائها وإذا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وفي الجنة خيمة للمؤمن من لؤلؤة. طبعا الذهب والفضة هذه الأشياء من المفروض أنها لديها قيمة على الأرض لأنها نادرة جدا، لكن لماذا ستكون في الجنة؟ هذا أول شيء خطر في بالي عندما علمت من محتويات هذه الجنة. ثم ماذا عن الخيمة وحور العين؟ هل أنا ذاهب للجنة أم لبيت دعارة؟ ألا تلاحظ أن هذه الأشياء التي وضعها خالق الكون في الجنة هي نفس الأشياء التي كان قريش يفعلونها أو يتمنون فعلها؟ طبعا لأن الله لا يستطيع التفكير بطريقة مختلفة عنهم، لذلك وصف لنا الجنة بنفس الطريقة التي يتمناها محمد وأهل قريش. أما عن جهنم فلا فائدة من ذكرها أو ذكر محتوياتها، الأمر معروف، كان يستخدم أسلوب التخويف والعذاب بالنار لكي يجعل معارضيه يستمعون له ويتبعون كلامه. النقطة الثالثة والأخيرة من هذه الفقرة سأطرح عليكم فقط آيتين التي يستحيل أن يكون من عند خالق الكون. الآية الأولى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. طبعا نحن سنتجاهل فانكحوا مثنى وثلاث ورباع لأن الزواج من أربع نساء أصبح عادي في مجتمع اليوم، لكن ماذا عن فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم؟ ما معنى ملك اليمين؟ ما معنى ملك اليمين؟ ملك اليمين معروف، إذا قاتل المسلم الكفار وقتلوا رجالهم من محاسن الإسلام ألا تقضي على النساء ولا على الذراري، فيأخذون ملكا للمسلمين ويقسمهم القائد أو الحاكم على المسلمين، ويستمتع الرجل بهذه المرأة كما يستمتع بزوجته. أنا لا أعرف كيف للمسلم أن يقبل هذه الآية ويصدق أنها كلام الذي خلق 200 مليار مجرة، أمر غير معقول. الآية الثانية: تبت يدا أبي لهب وتب. قال الله لأبي لهب: تبت يدا، أي قطعت وهلكت وخسرت يد أبي لهب وهلك كله وتب. أنا لا أفهم لماذا الله سيقول مثل هذا الكلام لبشري، لا يسوى شيء بإمكانه أن يمحيه من الوجود في رمشة عين. لا، وبل أنزل صورة كاملة عن هذا الشخص وهي صورة المسد. لكنني علمت السبب بعدها. السبب هو أن أبو لهب كان من أشد الأعداء للرسول، وفي مرة قال للرسول: تبا لك، لكن الله لم يستحمل ذلك وأنزل صورة كاملة يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. الأمر كأن هناك شخص يقول لك أنت غبي، فيتدخل شخص آخر ويقول: لا، هو ليس الغبي بل أنت هو الغبي. موضوع سخيف جدا. الخرافات في الإسلام منتشرة وبكثرة يا صديقي. أنا كنت ممن يصدقون أن النبي يونس ابتلعه حوت وبقي على قيد الحياة، وأن محمد طلب من الله أن يشق القمر فانشق القمر نصفين. وأنا سأثبت لكم أن هذه مجرد خرافات لا معجزات. لنبدأ بقصة النبي يونس الذي يقول أن هناك حوت قد ابتلعه وبقي في بطنه 3 أيام. من سيحفظه حيا وهو في بطن الحوت؟ كما يحفظ الجنين في بطن أمه حيا حتى يخرج من بطنها، حفظ الله تعالى يونس في بطن الحوت حيا يتنفس عايش. عزيزي المؤمن، أنا سأخذك في رحلة مفصلة عن ماذا سيحدث لك أو ماذا سيحدث للجسم البشري إذا ابتلعه حوت.
أول شيء يجب أن تحذر منه عندما يبتلعك الحوت هو أن يتم تقطيعك بواسطة أسنان الحوت، فكل سن طوله حوالي 20 سنتيمتر كحجم سكين المطبخ، والحيتان تمتلك من 40 إلى 50 سنة. لكن لنقل أنك نجوت من أسنان الحوت، بعد ذلك ستنزل إلى حنجرة الحوت. لن تواجه فقط مشكلة الظلام وعدم رؤية أي شيء، بل أيضا سيصعب عليك التنفس لأنك أصبحت داخل الحوت والأكسجين قليل جدا. وأيضا أثناء نزولك في الحلق، أي حلق الحوت، ستشعر بحمض الهيدروكلوريك بدأ يأكل جلدك. طبعا الناس قبل آلاف السنين لم يكونوا على معرفة بهذه المعلومات، فظنوا أن الحوت مجرد فم وبطن، وأن الإنسان يستطيع النجاة داخل بطن الحوت الكبير. لكن لا مشكلة، لنقل أنك بأعجوبة نجوت من كل ما ذكرناه سابقا، ماذا سيحدث لك بعد؟ ما سيحدث لك بعد ذلك هو الأسوأ، أي أنك ستنزل وتنزل من معدة إلى أخرى، لأن الحوت يمتلك أكثر من معدة واحدة. وبينما يكون الحمض يحطم جسدك، ستتمنى الموت في تلك اللحظة، لكن في الأخير ستصبح مجرد عظام وتخرج من معدة الحوت أو من الحوت. عموما يقدر الخبراء أن جسم الإنسان يستحيل أن يصمد لأكثر من ساعتين داخل الحوت، فما بالك بشخص يدعي أنه بقي داخل بطن الحوت 3 أيام. والآن لنرى معجزة أو خرافة انشقاق القمر. لأن الجماعة المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ائتنا إن كنت صادق ائتنا بآية دلوقتي عايزين نشوفها. قال لهم لو جبتكم آية وربنا نزلها تؤمنوا؟ قالوا برضو نؤمن. فسأل الله، فلما انشق القمر نصفين، نصف كان على أبي قبيس ونصف كان على جبل قينقاع. صحيح، أي أن القمر قد انشق إلى نصفين، فالنصف الأول أصبح فوق جبل أبي قبيس والنصف الآخر أصبح فوق جبل قينقاع. طبعا هذه الجبال هي المحيطة بمكة. لنأخذ الأمر من الناحية المنطقية، لو أن القمر فعلا قد انشق، ألن يراه بقية سكان العالم؟ ستقول لي طبعا، فالقمر ليس فقط عند أهل مكة، لكن سأخيب ظنك يا عزيزي، لأنه لا يوجد أي مصدر تاريخي يذكر بأن القمر قد انشق في يوم من الأيام، فقط المصادر الإسلامية هي التي تتحدث عن هذا الموضوع، وكأن هناك قمرا آخر قد انشق وليس القمر الذي نعرف. المشكلة هي أن معظم الناس يظنون أن القمر مجرد ديكور لا أكثر، لكن القمر له أدوار أكثر مما تتخيل، فالقمر هو من يتحكم في المد والجزر، أي أن القمر لو انشق فعلا أو اقترب من الأرض كما يقول الأخ، فستحصل كارثة والعديد من الفيضانات في جميع أنحاء العالم. لكن محمد وجماعته لم يكونوا على علم بهذا، والله أيضا لم يكن على علم بهذا الأمر، وإلا لما كان ليشق القمر. المهم عندما تذهب للسعودية لا تنسى التقاط صورة مع جبل أبي قبيس، وأخبر العالم أن القمر كان هنا في يوم من الأيام. عندما قررت دراسة الشريعة الإسلامية ومعرفة القواعد والأحكام التي شرعها الله لعباده، لأن طبعا شرع الله أفضل من شرع البشر، فتفاجأت بحد السرقة، أي أن من سرق يجب أن تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. طبعا دون أن نذكر أنظمة السجون في الدول المتقدمة والتي تعمل على أن لا يعود المجرم للجريمة مرة ثانية، خطر في بالي شيء، وهو ماذا لو سرقت أنا في يوم من الأيام وقطعت يدي؟ كيف سأعيش؟ الجميع سيعرف أنني سارق لبقية حياتي،
لن أتمكن من الحصول على وظيفة لأن صاحب الشركة أو صاحب المحل سيعرف أنني سارق، وبالتالي لن يستطيع توظيفي، وكل من شاهدني في الشارع سيعرف أنني سارق. لكنني اخترت تقبل هذا الحكم. أتعرفون لماذا؟ لأنني في ذلك الوقت كنت ما زلت مسلم ولا يجب أن أشكك في ديني، وقلت لنفسي لا مشكلة، هذا السارق سيكون عبرة لغيره. ولكنني بعد حد السرقة وجدت حدود أكثر وأكثر، والتي دفعتني للتشكيك أكثر في ديني الإسلام، مثل حد الردة. فأنا كنت ممن يؤمنون بحرية العقيدة والتعبير، يعني لو ترك أحد الإسلام وتكلم عن ذلك فهذه حريته الشخصية، هو من سيذهب للنار وليس أنا، لكن ديني يأمر بقتله. ولكن لا مشكلة، لنقل أن هذا الشخص المرتد ينشر الفتنة وعلى أساس أنها شيء يستحق القتل. ماذا عن المثلي؟ لماذا يجب أن نطبق عليه حد اللواط ونقتله؟ هذا الشخص لم يقم بأذية أحد ولم يكفر أي مسلم، فلماذا يجب قتله؟ فقط لأنه مثلي، لهذا يجب قتله، أو كما يسمونه في الدين اللوطي. أجمع الصحابة على قتل اللوطي، واختلفوا في كيفية القتل، والأقرب أنه يقتل بقتلة شنيعة. عندما تذكر المرأة في الإسلام ترى دائما المسلمين يقولون أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها كامل حقوقها، بل والبعض يقول أن الرسول محمد كان نسويا، أي مدافعا عن حقوق المرأة. فترى دائما شيوخ الإسلام يقولون أن المرأة كانت تدفن حية وهي ما زالت طفلة في الجاهلية، في إشارة إلى وأد البنات، وأن الإسلام حرم هذا الفعل الشنيع. لكن صراحة الإسلام حرم دفن الطفلة لكي يتزوجها المسلم، أي اللي لم يحضن عدتهن 3 أشهر، أي أن هذا يجوز للي لم يحضن أن يتزوجن. وقد سمعتم أن عائشة تزوجها النبي وبنت 6 سنين، فعليه يجوز العقد على الصغيرة. واللائي لم يحضن الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد تتجاوز عادي؟ يجوز. يجوز يعني لو عندها يوم واحد، ما اللي عندها يوم واحد ما فيش حيض لسه، صحيح. ممكن تتجوز؟ صحيح. نعم، وهذا أول شيء كرم الإسلام المرأة به، وهو جعلها تتزوج وهي طفلة، وأكد ذلك في الآية 4 من سورة الطلاق. وحتى قدوة الخلق وخير البشر الرسول محمد تزوج عائشة ودخل عليها وهي تبلغ 9 سنوات. أنا عندما علمت بهذا الأمر لم أستطع التصديق أبدا، لأن الشخص الذي كان قدوتي هو بيدوفيلي، إنسان مريض يشتهي الأطفال، أمر مقزز جدا. ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل لا، الإسلام كرم المرأة أكثر وأكثر. فمثلا كرمها عندما أمر بضربها، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه قمة التكريم يا أخي. إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب، وكرمها أيضا بجعلها عورة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي كما ثبت عنه، إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وكرمها أيضا بتشبيهها بالكلب والحمار، والحديث يقطع الصلاة 3، المرأة والكلب والحمار، صححه كثير من العلماء. وكرمها أيضا بجعلها ناقصة عقل ودين. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أصلا معظم أهل النار نساء، يعني فماذا تتوقع؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في عيد الأضحى أو عيد الفطر، في عيد من الأعياد يعني، خرج إلى المصلى فمر على النساء، النساء متجمعات مع بعض طبعا والرجال مع بعض، فمر على النساء فقال، يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. عندما تتم تربيتك على كذبة فمن الطبيعي أن تصبح هذه الكذبة حقيقة بالنسبة لك،
فأنا أيضا كنت أصدق أن ديني السابق الإسلام كرم المرأة فعلا وهو أعظم دين للمرأة، لكن هذا ليس ما كنت أعرفه بل فقط ما كنت أسمعه من الناس وتحديدا الشيوخ. فعلا صدق من قال أنا لا أفكر، شيخي يفكر عني. عندما كنت مسلم وأذهب لأصلي كنت دائما أقرأ سورة النصر بحكم أنها سورة قصيرة، لكن بعد البحث اكتشفت أن هذه السورة القصيرة تحمل معاني كبيرة وكبيرة جدا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا. انتشار الإسلام لم يكن بالورد وبالحب بل كان بالدم وبالحرب. لا يدخل الناس في دين الله أفواجا إلا بعد الفتح، ولا يكون الفتح بدون سيف، مما يؤكد أن هذا الدين ليس دينا سلميا بل هو دين إرهابي. ونحن دائما نكرر لا الإسلام دين سلام، لكن لو كان فعلا دين سلام لما أمر بالجهاد وقتال الذين لا يؤمنون بالله. أصلا الله أمر بهذا عندما قال في سورة التوبة الآية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. إذن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، هذا أول ذنب يستحقون به القتل أنهم لا يؤمنون بالله، كفار مشركون، ولا يؤمنون باليوم الآخر بالبعث والنشور الذي يحمل على إصلاح العمل، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من المحرمات فيستحلون ما حرم الله ولا يقهونها ولا يمتنعون منها، ولا يدينون دين حق، لا يتدينون بالله بدين الإسلام، يعني هو دين الحق. هذا دينيا، أما تاريخيا الفتوحات الإسلامية خلفت الملايين من القتلى، خصوصا الفتح الإسلامي للهند الذي ذكرته من قبل، وأنه خلف حوالي 80 مليون قتيل في ظرف 525 سنة، طبعا دون أن نذكر التوسع الإسلامي في بقية العالم والذي ترك بصمة دامية في كل بلد دخله. هذا التاريخ الدموي كان أحد الأسباب التي جعلتني أترك الإسلام، لأنني لا أهتم للظروف أو للأوامر الإلهية، أنا أعرف بأن الشيء الصحيح هو أن تترك هذا الهندوسي أو هذا المسيحي يمارس دينه في سلام. نعم يمكنك دعوته لدينك، لكن إذا رفض دينك لا يحق لك أن تقاتله لكي يعتنقه. وأخيرا الأخطاء العلمية في القرآن. طبعا قبل ترك الدين كنت أظن أن القرآن كتاب مليء بالإعجازات، لأننا كنا دائما نسمع أن وكالة ناسا اكتشفت وكل ذلك مذكور في القرآن، لكن صراحة حتى أبسط المعلومات قد أخطأ القرآن في وصفها. نظرا لكثرة هذه الأخطاء العلمية في القرآن ولأنني قمت بفيديوهات سابقة عن هذا الموضوع، سأذكر لكم فقط خطأين في هذه الفقرة. So allow me to explain. My husband is my king and my king is my husband. الخطأ الأول حجم الأرض مع حجم السماء. في سورة آل عمران الآية 133 يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عندما كنت أقرأ هذه الآية وأنا مسلم كنت أفرح، لكن أثناء مرحلة الشك قلت لنفسي لماذا يصف الله الجنة بعرض السماوات والأرض؟ ما الفائدة من ذكر الأرض؟ أليست الأرض كحبة رمل وسط الصحراء في هذا الكون الشاسع؟ إذن لماذا يذكرها الله؟ والسماء التي هي كبيرة جدا لدرجة أن المسافة بين كل سماء وسماء هي 500 عام كما قال الرسول. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. إذن فوصف عرض الجنة بالسماوات والأرض كأنك تصف عرضها بعرض قارة إفريقيا ودولة سنغافورة.
إفريقيا قارة كبيرة وشاسعة، لكن ما الهدف من ذكر سنغافورة؟ فهي دولة صغيرة جدا. لكن هذا القرآن هو من تأليف البشر وليس الإله، ولو كان غير ذلك لما ارتكب خطأ ساذج مثل هذا. الخطأ الثاني في سورة الحج الآية 46، حيث يقول الله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، إلى آخر الآية. النقطة المثيرة للجدل هنا عندما قال قلوب يعقلون بها، والعقل في الرأس وليس في القلب. جميعنا نعرف هذا اليوم، لكن البشر منذ 1400 سنة لم يمتلكوا ما نملكه نحن اليوم من معرفة عن جسم الإنسان. فمن الواضح أن سكان الجزيرة العربية كانوا وتحديدا قريش كانوا يعتقدون أن العقل في القلب. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، استدل به على أن العقل في القلب، استدل به على أن العقل في القلب. وليس فقط هذه الآية، بل هناك العديد من الآيات في القرآن التي تؤكد أن العقل في القلب. مثلا تارة يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، أو وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وبصراحة هذا الأمر منطقي نظرا للبيئة التي كانوا يعيشون فيها قديما. ونحن أيضا ما زلنا إلى اليوم نحمل مفاهيم خاطئة عن القلب، فالبعض يظن أن القلب هو مركز الأحاسيس. والقرآن أيضا عندما قال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، يعني هذا الفهم الخاطئ منتشر جدا. فالأحاسيس لا تأتي من القلب، بل من الخلايا العصبية في المخ، وهي المسؤولة عما تشعر به. قبل أن أقرر ترك الدين ببضعة أسابيع، كنت أقول لنفسي: هل خالق هذا الكون والمصمم الذي وضع جميع الثوابت ليكون هذا العالم مثالي، ألم يستطع أن ينزل دينا واحد بدون أخطاء ومشاكل؟ هناك العديد والعديد من الأسباب الكافية لترك الإسلام، لكن في الحقيقة سبب واحد يكفي لترك هذا الدين، لأنه من المفروض أن يكون لا يحتوي على أي خطأ، فهو قادم من الإله نفسه، أعظم كائن على الإطلاق. لكن مع الأسف لا يوجد أي دين مثالي. وفي الأخير أريد أن أشكركم على وقتكم الثمين. شكرا لأنكم استمعتم إلى قصتي. أنا لا أختلف عن أي مسلم سابق في هذا العالم، فجميعنا مررنا بفترة صعبة قبل أن نقرر ترك الإسلام والبحث عن الحقيقة. الفيديو القادم غالبا سأشرح فيه الأسباب التي جعلتني ملحد. أما هذه الحلقة كانت فقط عن الأسباب التي جعلتني أترك ديني السابق الإسلام.